تهجير قسري، قتل جماعي، اغتصاب، تعذيب، وجرائم لا تحصى. صحيح هالكلمات قاسية، بس منا إلا جزء من أحداث لتاريخ مظلم. 24 نيسان ذكرى الإبادة الأرمنية والسريانية، واليوم بعد عقود من النضال من أجل الاعتراف بهالمأساة، بيبقى ضرورة التشديد على منع وقوع مثل هالأحداث والجرائم مرة أخرى. خلونا أعزائي المشاهدين ببداية هالحلقة نستعرض أبرز الأحداث اللي صارت على الساحة بفقرة متفرقات. نظمت جمعية تدبير بمركزها ببلدة عنتقة عكار ورشة عمل بالتعاون مع جامعة سيدة الويزة حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيفية استعماله والاستفادة من تطبيقاته وحسن استخدامه وتعزيز مستوى الكفاءة المهنية والأكاديمية ولزيادة الانتاجية وإدارة الوقت بطريقة ذكية وسريعة. كذلك تطرقوا للالتزام بالضوابط والمعايير الأخلاقية الضرورية لهالتطبيقات. وأدار الندوة الدكتور دانيال أزي وشارك فيها 58 شخص من أساتذة مدرسين بمختلف مدارس البلدة والجوار وعدد من الشباب الجامعيين والطلاب والعاملين في هذا الحقل. خبرنا الثاني هو خبر فني، فلقد افتتح مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة دورته السابعة بحفل ضخم أقيم بكازينو لبنان، وجرى خلاله تكريم ضيفة الشرف الممثلة المصرية والفنانة العربية الكبيرة يسرى، تقديرا لمسيرتها الرائدة والمتميزة بعالم السينما والفن. وقد تلقت من وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري ورئيس ومؤسس مجتمع بيروت السينمائي ومدير المهرجان سام لحوت جائزة تانيت، وهي عبارة عن مجسم تانيت بيروت الذهبي تمثال الآلهة الفينيقية وسط حضور حشد من السفراء ونجوم أهل الفن وضيوف المهرجان، وهم نخبة من مدراء المهرجانات العالمية ومن المخرجين والمنتجين اللبنانيين والعرب والأجانب، إضافة إلى شخصيات سياسية دبلوماسية ونقابية فنية إعلامية وثقافية. بنظم هالمهرجان مجتمع بيروت السينمائي تحت شعار نساء من أجل القيادة برعاية وزير الإعلام زياد مكاري، بالتعاون مع شركة سيدرز آرت برودكشن الصباح إخوان وبالشراكة مع كازينو لبنان والجراند سينما، وبتمتد فعاليته حتى 19 نيسان. ويعني أيضا أراد المنظمون يعني بهيدا الحفل التغلب على منطق الحروب والعنف والصمود رغم كل الصعوبات والأوضاع والصراعات اللي عم بيعاني منها الوطن، من خلال نشر لغة السلام والحب والثقافة والفن يلي هو أساس طبعا. هيدول كانوا أخبارنا لليوم أعزائي المشاهدين. دقايق ومنبلش باستقبال ضيوفنا لليوم.